تحية طيبة من المركب أمير حمون إبراهيم بورجي ألبرتو إمرسون الخلوي محمد تالي عميمي عبد الله محمد. فريق حسني تكدير غادي يدخل بالتشكيل التشكيل الأساسي في حين تشكيل احتياط هناك إسماعيل. هذا المحاولة خطيرة جدا، هذا المحاولة بداية قوية بالنسبة لفريق حسني تكدير مع بداية الدقائق الأولى. فريق حسني تكدير كان قريب من التهديد حقيقي، دائما كتبقى الخطورة واردة جدا، خطيرة جدا هذه المحاولة لفريق الجيش الملكي. ماذا سيتم التعامل في هذه المحاولة؟ نتابعوا هذا اللقطة وهذا المحاولة الأخيرة. الحكم لم يشير لأي شيء، ما تمش التعامل رغم أن الجهة اليمنى كان هناك خطأ في التموضع الدفاعي ولم يستغل من الطرفين. فريق حسني تكدير لم يستغل تلك المحاولة، وفريق بالشكل الجيد لم تستغل بالشكل الجيد كذلك. نفس الأمر لفريق حسني تكدير، تابعوا الآن هذا المحاولة الملكي وبالتالي البحث عن إيجاد المدخول. الحارس أيوب الكرد مرة في لعب خطيرة جدا لفريق الجيش الملكي، وحاول ممتاز لفريق الجيش الملكي اللي استطع باش أنه ما كانش هناك تسلل في هذه المحاولة الأخيرة. نتابعوا هذا لفريق كرة ما كانش هناك تسلل، خطيرة المحاولة من محاولة حقيقية للتسجيل. نتابعوا الآن ما كانش هناك تسلل، الآن هذه الزاوية تبين ما كانش تسلل ولكن خلو ما تمكنش من كان فقط الحارس قام، ولكن باتريك مانو حد الآن ما فارتش نفسه في هاد الرواه اللي ضاعت لفريق الجيش الملكي. كاين تموضع جميل ديال اللاعب الخلوي، ولكن اكيد بانه هاد التموضع هو جد مهم، ماشي سهل باش انه تكون عنده حس هجومي ويكون عنده كذلك تموضع جيد، ولكن اكيد ما عندنا هذه المحاوله ولكن ما كانش هناك سيسي ما كانش. نتابع هذه المحاوله، فحلي يسدد بقوه، الحكم يعطي اي شيء ربما سيسد المحاوله ولكن كاين الجوله الاولى ولكن أن خليو المساحات أمام فاش تقريبا واش قريبة أم لا، ولكن طريقة باش توصل بالكرة والتسديدة التسديدة بعيدة شيئا ما، خطيرة جدا خطيرة جدا. أوه ضغط الحارس أيوب الكرد ولكن تمكن من التجاوز حسيني من لاعبي فريق الجيش الملكي. ولاحظوا الآن كيفاش كان التوغل جيد للاعب سيسي، كان خطأ فادح في التموضع بالنسبة للمدافعين، كان هذه كانت تمريرة ممتازة بالنسبة. تابعوا الآن هذه التمريرة للاعب فريق الجيش الملكي، ولكن يبدو بأنه أكثر لأنه فاز على فريق الرجاء الرياضي. هذه الإعادة للهدف وبالتالي هذه المحاولة المصري خطيرة جدا خطيرة، والآن غمام الحكم المساعد الثاني هو اللي يرفع الراية معلنة عن التسلل، رغم ذلك بس فقط من ثلاثة لاعبين جلال الدودي كيسدد. نقترب من الربع ساعة، فريق الجيش الملكي ويحصل على خطأ في ورقة صفراء لاعب فريق الجيش الملكي. حاول وأيوب يرفع هذا المحاولة ورقة خطيرة لفريق حسنية تكدير، وكان تميز في هذا اللمسة وحاول الجيش الملكي وبطيء على فريق حسنية تكدير. محاولة التمرير أمين صديقي وهي كرة، محاولة تسديد خطيرة الشاوش. لكن ما قلت بأنه نتابعوا الآن من خلال هذه المحاولة، وكان أمين صديقي هيئة سدد بقوة ارتطمت بأحد اللاعبين، وبالتالي كما قلت بأنه البدلاء أمين صديقي رد العقوبة بالغ بأنه يكون لاعب خط وسط. ياسين الرامي دائما محاولة التسديد لصالح فريق الجيش الملكي خطيرة جدا. تابع الإعادة، تضيع هذه محاولة كرة عالية تعود مرة أخرى، ضغط ثلاث لحظات، ارتباك في الإبعاد، دفاعية من لاعبي فريق الحسنية الإبعاد.